اللي خد البطولتين واللي عنده تاريخ كبير قوي مع كرة القدم. وأمامنا هنا تارديلي، يحاول تارديلي، رونالدينيو، رونالدينيو في حصار كبير لكن المهارة ما زالت موجودة. رونالدينيو شوف ينتظر، هو عايزها، هو عايزها، هو عايزها، ممكن يطرد، ممكن يطرد رونالدينيو في هذه اللحظات أمامنا. لكن علي رضا، أدي أمامنا رونالدينيو، أدي رونالدينيو، شوف بقى في هذه الكرة، في هذه اللقطة سجل هدفه الجميل في مرمى إنجلترا في عام 2002 في مرمى سيمن، احد الاهداف الشهيره لهذا النجم الكبير. شوف امامنا المهاره عند هذا النجم، ادي رونالدينيو، ادي امامنا رونالدينيو مع اللاعب فينج، لكن فينج برضو ايه، فينج دايس. رونالدينيو ترد في هذه اللحظات، رونالدينيو وما زال يعني الابتسامه على وجه رونالدينيو، ما زال يبتسم رونالدينيو، ما زال يبتسم رونالدينيو في هذه اللحظات. أول حالة طرد في هذه البطولة رونالدينيو، أول حالة طرد في هذه البطولة، أدي رونالدينيو. لكن شوف البديل أمامنا هنا، شوف زهاو تشوري لازم برضه ياخد بطاقة حمراء. شوف زهاو أمامنا هنا، شوف عمل إيه وردة الفعل بقى بتاعت رونالدينيو، ردة الفعل مرفوضة يا رونالدينيو. أبو ضحك يا جنان، لسه بيضحك، لسه بيضحك، لسه بيضحك. أدي رونالدينيو بيغادر الملعب لكن يكلف فريقه الكثير. كرة بتاعته بقى، الكرة دي حالة طرد هي الأولى في هذه البطولة، كانت من نصيب اللاعب الأصفر في هذه البطولة هو رونالدينيو، وبيغادر الملعب في هذه اللحظة رونالدينيو. رونالدينيو طرد أمام إنجلترا افتكر في تلك المباراة لما كان سجل وجاب عن نصف نهائي. رونالدينيو ده ما كان بقى صغيرا مع رونالدو وريفالدو في كأس العالم 2002، أمامنا هو اللاعب الموهوب، اللاعب المميز.